تكون بتحب حاجة ومؤمن بيها يبقى لازم تخلص لها من قلبك يعني، وتكون شاطر فيها ده أكيد، وتضحي كمان بأي حاجة علشانها. وعندنا نماذج كتير في الموضوع ده، زي النموذج اللي معايا دلوقتي. زي مين؟ مريم يسري الهانم، بعد لما عملت ماستر، أنا جاية بهدلك، سياسة واقتصاد من باريس، عملت شيفت كارير وسابت شغلها كمعيدة في إحدى جامعات في مصر علشان ميك اب. ايه اللي انت عملتيه ده يا هانم؟ انا هسيب الكلام ده كله بعد كل ده تعملي شفت؟ اه ده اكيد، لانه جربت اشتغلت في الحاجتين وفي نفس الوقت ولقيت انه ميك اب ارتست ده اللي انا عايزه اشتغل فيه واكبر فيه يعني. طب ايه اللي جمع السياسه مع الميك اب؟ مفيش حاجه جمعت. مفيش حاجه، بس هي الفكره اني اشتغلت في الاثنين ولقيت انه ميك اب ارتست دي مهنه انا عايزه اشتغل فيها وبتناسبني اكتر من بينج موظفه. مش عايزه تقعدي على كرسي في موظف خالص يعني. انا ما ارتحتش في اني اكون بشتغل بقى من 9 ل 5 و5 ايام في الاسبوع، كنت حاسه بمقيده ومش ده اللي انا حباه ومش ده اللي انا عايزه ابقى بكبر فيه يعني. انا ميك اب ارتست دي حاجه من صغري بحبها وبحب كمان دراستي جدا، بس في الشغل لقيت ان الدراسه مختلفه عن الشغل، فقررت انه خلاص هسيب الشهاده. انا هسيب شغلي، هسيب شهادتي. طب ايه التحديات اللي قابلتك وانت بتعملي شفت كارير؟ اهلك ما اعترضوش خالص؟ في ناس يعني كانوا عايزيني اكمل بشهادتي في نفس الوقت اشتغل ميك اب، وعملت كده وده اللي عملته، بس بعد كده لقيت انه لازم هركز في حاجه واحده بس عشان اكبر فيها يعني. حاجتين في نفس الوقت مش هكبر في حاجه، فقررت انه لازم هضحي بحاجه وهختار حاجه دي اللي هركز فيها وهدي يعني هعمل مجهودي كله يعني اني اكبر نفسي فيها. عشان كده انت بقيتي ميك اب ارتست شاطره. ميرسي. برافو. ميرسي. قولي لنا بقى ازاي نحضر بشرتنا عشان نحط لها ميك اب؟ اول خطوه خالص احنا لازم ننظف الوش كويس قوي، والتنظيف ده بيكون بتونر او ميه ورد. ميه ورد سوري بنحطها بعد ال لا ميه ورد ممكن، بس ما انصحش بيها الصبح عشان مش هتنفع الصبح، مش احسن حاجه لانه ساعات بيبقى فيه مواد حافظه فيها فممكن تعمل بقع مع الشمس فعلا. اه يعني ميه الورد الصبح ما انصحش بيها، ممكن تونر. ميه ورد الصبح وقبل اعملي كده وانا نازله على اساس انها تعمل ترطب. لو هي بجد ميه ورد معموله من ورد طبيعي اوكي، بس يعني ميه من ورد، من ميه الورد اوكي الطبيعي. لو فيها مواد حافظه بلاش، بس فالتونر بننضف بيه الوش علشان بيمتص الزيوت بتاعت الوش، فالتونر مهم للبشره الدهنيه اوكي، وبيقفل المسام شويه فبيخلي الميك اب يثبت. حلو. طيب لو مثلا عندنا بشره فيها حبوب تمام، ازاي بقى ننضفها عشان نعرف نحط لها ميك اب، نحضرها للميك اب؟ الحبوب تنظيف بنفس الطريقه دي، تونر. فكره الحبوب بس هي مش تنظيف، هي فكره ازاي هخفيها. طب ما تيجي نشوف. يلا بينا واحنا قاعدين كده نعمل حاجه. تعالي نشوف الميك اب نحطه ازاي ونعمل ايه. هاي باري. ازيك؟ عامله ايه يا حلوه؟ ايه الاخبار؟ قولي لنا بقى قبل ما عملتي ايه في وشها او حاطه بيز، عملتي ايه؟ مبدئيا نضفنا ورطبنا في كريم ترطيب بنحطه، وبعدين وبعدين برايمر. والبرايمر ده بيبقى فيه للبشره الدهنيه والبشره الجافه اوكي، ويعني مهم جدا جدا قبل الميك اب. ناس كتير بتنساه بس هو مهم لانه بيثبت ولا بيعمل ايه؟ بيثبت وبيحمي البشره من الميك اب. صح؟ عشان ما تشربوش. بالظبط كده. انا جايه لك اللي عملت لي ماشي يا تيتو، ماشي ما حطيتيش برايم. اوكي اول حاجه هنعمل اللوس باودر تحت العين. بصي اوكي دي بتثبت الاي شادو ومش بتخليه يسيح. طيب خلاص اوكي. بعدين عشان اعمل اللوك اللي انا عملته الناحيه دي في العين، هبدا بالعين. انا هبدا بلون انت حطيتي ايه قبل ما تعملي يعني؟ فاونديشن. حطيت فاونديشن وكونسيلر. تمام بس ذاتس ات. وعملتي عين واحده؟ عملت كونتور وعين واحده ورموش. دي رموش؟ اوكي عملتي رموش يا عم. ايوه يا عم بقى. اوكي بقى. هبدا بدرجه متوسطه، هي مش غامقه ومش فاتحه. بصي نحاسي ده؟
شويه وفي سنه شمر جولد كمان في سنه شمر بيدي في الاخر تدريجه في الاخر أوكي. هعمل درجه بني بسيطه تاني طيب من تحت تحتيها انا بتعلم بقى عشان اقدر العب في وش الناس بالطريقه دي وبعدين هاخد بقى درجه بني شويه غامقه تمام سؤال بقى نونو الميك اب ده وقت معين ولا اي وقت اللي انا بعمله دلوقتي حالا لا ده ميك اب يعني بالليل خروج عاديه مريم يعني ولا لا لا يعني ممكن يبقى خطوبه مثلا خطوبه نقطه خطوبتك هي عارفه ان انا رايحه فرح النهارده ياتي عقبالك تسلمي يا رحمه بس واضح ان هو سيمبل انا شايفاه هو مش تقيل هو لا وخفيف وجميل انا ما بحبش يغير في شكل البنت قوي يعني بحب انه عملت ايه في الحواجب طيب بس مليت الفراغات تاني بس مليت الفراغات حبلند بس هي دي حواجبها يا جماعه دي حواجب حاجه في الحواجب ما شاء الله مش بنحسدك يعني يا ست ايه يا باري بعدين هعمل درجه جولد اوكي هنا تبرز العين شويه حطينا جولد من جوه عشان نبرز عينيها الهانم راح افرقع اوكي بصي فوق وهعمل من سنه من تحت عشان بس الكاميرا لا اعملي ميك اب عادي بس عشان ايدك مغطيه على اللي انت بتعمليه بالظبط اوكي هي من تحت هعمل فريمنج للعين تمام بحدد العين من تحت بدرجه بنيه اغمق بصي فوق ده يعني اكنه كحل ده مش كحل كانه لا الكحل جوه العين امال ليه بتحطي اي شادو عادي تحت العين شادو تحت عادي يعني يدي ضي من تحت اكيد مش هيبقى لازق لانه بس الناس بتستسهل تقعد على القلم الكحل وتريك وموضوع انت لا بس اللي عينيها مش هعمل كحل اسود لان عينيها في كحل بني على فكره في كحل والله في كحل في كذا هحط لها دلوقتي اي لاينر طيب يا عم لاينر وموش بس هيبقى رفيع ده اسود ها ده اسود هيبقى رفيع جدا لان عينيها ما فيش سبيس قوي عشان عينيها ما فيش سبيس بصي السبيس وين فتحها حاجه هنا بس غمضي خليكي فاتحه ثانيه بس خلاص تمام غمضي غمضي عينك بسم الله الرحمن الرحيم بصي تحت تحت فتحي بصي تحت بصي تحت كده ايوه كده عشان اعرف اعمل من جوه وبعدين هعمل سحبه بسيطه يعني من جوه بصي فوق من اخر لاين العين كده تقومي واخداها بالظبط غمضي وهعمل لينك مع بيليق على اي عين ولا لازم عين واسعه؟ لا مش على اي عين بالعكس يعني لو عين واسعه ممكن ما نزودش قوي في ال بس نحجز من فوق العين اوكي اوكي شكله حلو والله تسلم ايدي لا ولا حلو انت اموره يا باري ما تهزريش بعدين هحط كحل اسود كحل سوري ابيض طيب عشان يوسع بقى عشان يوسع بصي لا انا برضو شاطره شفتي ممكن تعملي شيفت كارير بقى انا تبقي ميك اب ارتست يا لهوي بدل مذيع انا قادره انا بحب الميك اب بس انا بحب التمثيل اكتر اوكي هحط دلوقتي اللزقه على الرموش طيب يلا بينا ايوه يلا بينا خفيش انتي مستعجله على الفرح العريس مستني يا عريس والله وهسيبها تلزق يلا خير بركه هسيبها شويه تنشف لازم اسيبها لان لو حطيتها على طول نعمل حاجه عبال ما تنشف بالظبط هنعمل دلوقتي الحواجب يلا بينا اللي هو بنعمل ايه بنغطي بس الفراغات البسيطه وهي حواجبها حلوه بس الحمد لله مش تاخد وقت من البرنامج عادي يعني شفتي السر؟ لا انا واخده بالي واخده بالي تحت الحواجب بالظبط هعمل لمعة بسيطة لمعة بسيطة عشان نبين بس بلون نفس ابيض بالظبط قمر يا غدي مسكرة مسكرة قبل الرموش مسكرة قبل الرموش بصي فوق علشان ال يعني مكان الباودر والحاجات دي ماشي بصي تحت اوكي هعمل كونتور مش اي وش يعني نحط له نعمل له كونتور يعني بس هي وش هو ده يمشي معايا فاونديشن هيبقى كده طيب و
للمناخير. اوكي. الطريقة دي. اوكي. وهبدأ أبلند. يلا بينا. بفرشة بلاشر يعني. فرشة بلاط؟ بلاشر. اوكي. وبرضه نفس الكلام. بس يا جماعة روح الدعابة. كونتور فظيع، مش عايزه اقول لك يا اميره الكونتور عامل عمايله في وش البلد. ايه؟ عمل ايه؟ لا بيسالوني الكونتور عامله كونتور فرق في وشها. لا مهتمين بيكوا في ال في الكنترول يا مريم، بيقولوا ايديها سريعه. ايديا عامل ايه؟ ايديكي حلوه سريعه. عامل يا بابا وشوشكيش سامعيني؟ سامعيني. طيب حلوه دي الوانها، دي هايلايتر. هايلايتر والله الوانها حلوه. وايه الوان الروج اللي تمشي مع باري بقى؟ انا بالنسبه لي هحط لها يعني الوانتها ممكن بودر روز او ممكن حاجات على صومال مثلا، بس انا هحط صومال. ماشي عشان فرح بقى عريس، عشان حاجات تبقى بسيطه. بعدين بلاشر. اوكي. ده هنعمل ايه فيه؟ ده يعمل ايه؟ دول الوان الكولر كوركتر اللي هم مصحح الالوان، يعني يعني مثلا لو في حاجه في وشها احمر، في هالات سودا، بلغي اللون الاسود قبل ما اعمل الفاونديشن، وبلغي اللون مثلا لو فيها حبوب، في حبوب حمراء، الحبوب الحمراء بلغيها باللون الاخضر. احمر حبوب حمراء لون اخضر على طول، الغيها بالاخضر بالظبط. وبعدين احط الفاونديشن. بعدين فاونديشن الموف نعمل فيه ايه؟ برضه زي الاخضر اللي تحت الاورانج الغامق بحطه تحت العين ده. لو هالات بالظبط، لو هالات سودا جامده قبل الكونسيلر. طيب بس انا مستني هنحط بقى دلوقتي حالا لاشز. غمضيها حلوه، حط لك الرموش بقى عشان مش تمشي نص ونص يعني. صح. ايوه اي جاست. احنا ممكن نحط الهايلايتر. طيب نحط الروج ونبتدي نعمل الحاجات البسيطة. اوكي. هايلايتر. درجة يعني درجة سيمبل يعني. حاجة كده في الهادي خالص. أنا دايما بحب الهادي. هو أكتر اللي بقى المنتشر دلوقتي الهادي. أنا بحب ده بجد. أنا كمان من محبين الميك اب الهادي. النهارده بس انا عامله صرخه في وشي. لا حلو. ناقص بقى نحط الرموش صح؟ بالظبط. يبقى احنا كده خلاويص. وروج لازم عشان يعني فرح وكده لازم يكون بيلمع ولا ممكن لا يبقى نود؟ بالعكس ممكن نود، ممكن يبقى مات. ممكن نود او مات عادي. طيب تمام. حط بقى. أنا ممكن أقول حاجة ثانية؟ هو ال الأسئلة اللي هي لا 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 بصي تحت. بصي تحت؟ بصي تحت. شكلها بقى زي القمر. بس فاضل شايفة نفسك في ال شايفة؟ حلوة قوي الميك اب بجد. ميرسي. تسلم ايدك يا مريم. ميرسي يا نانسي. بس فاضل بس هحط الماسكارا تحت. تحت بس. هو اسرع ميك اب ممكن حد ده حقيقي يعني بنت تعمله لنفسها وسهل يعني. هو ممكن حد انا شايفاه حلو جدا. خلاص احنا تمام. احنا مبسوطين. مريم نورتيني. ميرسي يا نانسي وشرفتيني. دلوقتي يا جماعه هنطلع فاصل. مش هنطلع فاصل، انا همشي خلاص. وقت الحلقة خلص. اشوفكم الحلقة الجاية. هتوحشوني قوي. ونروح لسلالم. بعد ما هد وبنى واحدة
شد لحاف الشتا بالبر.